بعض الامراض ما تعرفهاش وما تفهمهاش وما طلعتش عليها، وهي فئه كبيره قاعده تعاني ربما من جهل المعلومات، ما هيش مفهومه حتى من الاطباء. خلفيات نتاعو مش في الدم، هي في 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 جسم الانسان، في الاعضاء، في الاعضاء نتاعو، في المفاصل. الليزوزوم هو مكون من مكونات الخليه، وهو مسؤول على تكسير المواد اللي هي كبيره، كبيره الحجم، لي موليكول، لي ماكرو موليكول. الهيموفيليا شنو هي اعراضها، ولا نهي الفئه اللي تنجم تكون عندها؟ الامراض الليزوزوميه مش مرضى، هي مجموعه فيها اكثر من 50 مرضى. مرض يمرضوا به كان الذكور، ويكتشفوه وقت يبدا الصغير يبدا يحبي. لي مالادي ميتابوليك وبلو سبيسيفيكمون لي مالادي ليزوزومال، نقولوا راه تنجم تشد من الراس لصبع الساق. الامراض النادره او الامراض اليتيمه ما لقاتش شكون يفهمها ولا يتكفل بها ولا يكون مرجع نظر لها، نحكي لهنا على وزاره الصحه. شخص يتم تشخيصه بالامراض النادره باش يولي يراجع في التمثلات نتاعو على الحق نتاعو في الصحه، وعلى هل انه المؤسسات هذه قادره انها تقوم بهالواجب هذايا، وانها هي معناتها تصير ربما ازمه نتاع ثقه. الأمراض هذه اليتيمة والأمراض النادرة نقول راهي ما تلمسش الفرد وحده، راهي باش تلمس المحيط نتاع الفرد بكله. إذا كان هو مش فاهم المرض نتاعو، الناس من حوله ماش باش تفهمه، وتولي ربما فما كشعور ببعض المخاوف. المرض هذا ماهوش مفهوم أو معروف بالقدام، لا عند وزارة الصحة، لا عند الأطباء، لا عندي دواء ليلو، لا عندي فلوس باش نشريه. الحق في الصحة يولي أمر يعني ماهوش مضمون، يولي متخوف، هل أنه باش يحصل على حقه ولا هل أنه ينجم يعالج ولا. للأسف في تونس فما عائلات ساعات تدخل العائلة في الإنكار وإلا في أن ينخبي. نحن مجتمع للأسف يرفض الاختلاف. حديث التوانسة مع إقبال بريك كل نهار خميس 9:15 على قناة تونسنا.